الإنسان على الأرض أول ما ابتدى، أخو قتل غدر أخوه، وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان. يبقى هو الإنسان، يبقى هو الإنسان. صفك وينصرك ويكون لك أو لا يكون سار. ايوه سمعك سمعك. طيب ايش اللي حصل؟ في الحاله هذه انا اريد ان اعرف كل اللي استجد في هذا الموضوع. احسنت، مع السلامه. عسى ما شر يا اخوي، ايش اللي مضايق؟ لا لا خير يا اختي خير. ايش سويت انت؟ انا ما راح اتكلم الا لما اعرف ايش اللي مخليك من شغل هاليومين. يعني في شيء صاير؟ لا، وشيء كبير بعد. هذه هي ضريبة الوظيفة الوزارية يا أختي. الحين الكل جالس ينبش فيها، اللي يسوى واللي ما يسوى. أكيد، وأولهم اللي صار في مكانك.
يقول ان هناك اخطاء وحضرته هو اللي يقوم بهذه الاخطاء امام المسؤولين. طيب وانت ليش زعج نفسي؟ انت بريت ذمتك وسلمتهم كل شيء وما لك اي شيء عندهم. السمعة يا اختي، كل شيء ولا السمعة. انا بعد ختمة كل هذه السنين ما اجد واحد يجي يتهمني ويقول لي خدت شيء لنفسك بحكم المنصب او مشيت موضوع لعلاقة شخصية متبادلة. هذه المصيبة. صدقني يا اخوي، لو استمعت لكلام المجالس تراها ما بتخلص. اللي يغيب انهم هم اللي كانوا يتوددوني ويطلبوا الخدمات والمكان هذا يشهد. انا ما اقول كلهم، في بعضهم لازالوا يعني يحتفظوا بهذيك المودة اللي كانت بيننا ويخبروني اول باول. الظاهر اشغالك ما راح تخليك مرتاح، بس الحل عندي. الله يستر من حلولك. يلا هاتي قولي. تتزوج؟ اتزوج مرة ثانية؟ لا يا رقية لا. بعد موت المرحومة ورفض وعد لي، انا لا يمكن اتزوج مرة ثانية ابدا. بعدها موجودة وفي عز جمالها. وعد؟ ولا غيرها؟ ايش اللي يمنع انك تحاول مرة ثانية؟ يا رقية هي ما رفضتني علشان اني انا شريك اخوها او انت زوجته، لا. هي كانت نبيلة وصادقة وقالت لي بالحرف الواحد، انا لا يمكن اكون لك جسد وقلبي مع واحد ثاني. لو القلوب احساس هيدوه كان الحياة توقفت. المهم فكر في الموضوع ومن تقرر خبرني. وعد، هي العمة وعد بشخصها وهيبتها واستقبلتني استقبال مميز بعد. تفضل مصرك. مريم، مريم تعالي شوي تعالي. أنا كم مرة قايل لك مصاري ما يطلعت غير لما أنا أطلبك. خير إن شاء الله، ما صار شيء. ترى أنا خبرتك يا أم المنتصر، هذه المهمات الخاصة. ما ظنك تبخل على عمران مصاري اللي بسوه ورايح يدور على وظيفة. يدور على إيش؟ على وظيفة؟ زين خذي هذا المصر الحين وقيه وردي مكانه إن شاء الله. أقول إلى إيش يقصد عمران بالمهمات الخاصة؟ مهمات خاصة قلع عيونه، كأنش أنت ما تعرفي عمران وعيوريته. والله إذا كنت أنا عيار مثل ما تقول يا أخي هلال، ما أظن أني بكون أعير عن أخوي العود الأستاذ هلال أبو المنتصر التاجر. إذا جبت طاري هذه السافة مرة ثانية في البيت بتشوف اللي يصير لك. طيب فهمني وأنا بسكت. بتفهم كل شيء في يوم من الأيام، بس اللي أريدك تعرفه إني ما جالس أسوي شيء غلط. أنا هذه متأكد منها يا أخوي هلال، وسامح لي لأني تعبتك معاي في السنوات الماضية. ومالك كذي جالس تتكلم بأدب؟ ترى ما لايق عليك عمران. تفضل. فلوس ايش هذه؟ هذا من شغل الهوري، اكيد عرفت اني بديت اشتغل فيه. ورجعت فلوس الناس اللي عليك يا عمران؟ والله انا حاولت، بس كل ما اسالهم يقولوا لي ان اخوك هلال سددهم. زين خذ ووفر. مو هي دعاية بنك خذ ووفر؟ كون نفسك من شغل الهوري يا عمران وشوف عاد كان بيخليك مثل ما قتل الشايب خميس ولا لا. يا رب يجعل ضحكتكم دائمة. آمين يا أم المنتصر. آمين. بس صدقي بعده أبو المنتصر ما خبرنا عن المهمات الخاصة. أنت بطران وما عارفة قدر نفسك. زين قدر نفسي اني اكون ذليلة ومحتاجة لمنية وعد؟ عمتك وعد من المرودة. امي ارجوك اهدي عشان صحتك. طول ما حاطة راسك براسها بتظلك ذاك متمردة ومغرورة.
هلا وش شايفة نفسك؟ وبعدين هذيك لما معزت جدك ما كانت حملتك ولا لحظة. تريدي ترجع فلوسها؟ طيب سلم، روحي رجعي كل مساعدتها لنا من أيام أبوك المرحوم إذا تقدري. أبوي؟ إيش دخل أبوي أصلاً في الموضوع؟ ليش أنت على بالك إنها بدأت تساعدنا يوم بدأتي تشتغلي معاها أنت الحورية؟ لا، وجدك شعر ويسمع حسك بعد. أمي خلاص، هي ما تقصد، أرجوش جدي وتستريحي. أنا ما أعرف هذا الشحت على وش. هند، هند، جدي بغيت شيء؟ خلي هدقي قدامي. جدي هي خلي هدقي بسرعة. ما علي العود، هي أخذت مني قزاها وزيادة. بس لازم تأخذ قضاها من عندي أنا. بغيت شيء جدي؟ إلى هذا الصفعة ما بترد لك صالح الراي عندك، فما بيعقلك شيء بحياتك. انت احسن الحين؟ انا ما راح اسالك ايش اللي صار. شوفي خلينا نمشي واحنا ساكتين. اليوم لما طلعتي من المحل مر علينا ذيك الجن عمران، هو بعد في غيره. خذي، صرت الحين انا مرسول الغرام بينكم. وبعد ايش تشوفي لعاب؟ انت عارفه رايي فيه من البدايه، بس بعد ما رجع المبلغ اشوفه كانه متغير. بس بعدك تأكدي من حقيقته قبل أي شيء. أيوة يا هلال، أنت وين؟ رجاء لا تتأخر يا هلال، لا تتأخر، انتظرك. يلا بسرعة. لا لا لا، خلوكم مكانكم. قلب تمنى وانجرى. ما عدا ماما، ابوكم تعبان شويه. تعبان انه يحضني؟ علي بابا، روح كمل لعبك قبل المغرب. ما اريد العب بعد اليوم، ما اريد العب. علي تعال، علي ليش تأخر؟ يا ريت لو تلتزم مرة ثانية بالمواعيد وما تخليني انتظرك قدامك. والله ما حد قال لك تنتظر. وبعدك ترد علي؟ وش اللي يخليني ما ارد عليك؟ ها؟ انت الظاهر بديت تتجاوز حدودك. انا عارف حدودي زين يا اخ شداد، بس انت من ركبت السيارة جالس ترفع صوتك علي. صحيح انا اسوق سيارة اجرة، بس ما اشتغل عندك. انا جيت حسب موعدي لو كنت شايف سيارتك، بس انت الله يهديك باين عليك بس مستعجل بقى تخرج من البيت. تفضل شوف لك سياره ثانيه. بس انا ما اعرف غيرك. الحين بتصل بواحد وبخليه يجي ياخذك ويوديك وين ما تريد. ما تريد؟ لا لا تتصل بحد، وانا اسف اذا غلطت عليك. أنا بتصرف. لا حول ولا قوة.
الله يهديك بس، الله يهديك، تخلي الواحد يعصب عليك. انت تعرف اني انا ما اقدر اسوق البيت. عارف. وتعرف اني ارتاح لك عشان كده وتسمح. عارف. بتصدقني لو قلت لك اني احسك قريب مني؟ صدق منك. يعني وكاني اتكلم مع نفسي لما اكلمك. فاهمني. ما فيها شيء لو رفعت صوتي عليك شوي. وما فيها شيء لو استحملت. طيب ممكن ترجع السيارة الحين؟ ارجع. بس لازم تعرف اني بتاخر في السهرة الليلة. خلاص ولا يهمك. انا بكون معاك لين ارجعك البيت. شيء تريد بعد؟ لا. بتوصلني الى مكان ثاني بعد. هو حتى ما معطينا فرصة عشان أساعده. نحن ما قدمنا إلا أن نساعده على قد ما نقدر. وهذا الشيء إحنا اتفقنا عليه رضيع. بس اللي صار اليوم مع الأولاد صعب. عارف. بس هو يتصرف بحكم خوفه عليهم وعدم معرفته بوضعه الصحي. علشان كذي هو لازم يخضع للعلاج. بس هو ناوي من اليوم ينام برا. لا إن شاء الله بيرجع لك. بس المهم أنك تحاولي تقنعيه يخضع للعلاج وتتعاملي معاه بطريقة ما تضرك. فهمتني؟ أنا بطمن أكثر لو رجع البيت. طمن إن شاء الله بيرجع. بس لا تفتحي معاه السالفة اللي صارت اليوم. مع السلامة. It seems that you haven't learned the art of waiting yet. The art of waiting? Yes. Everything in the universe is art, but only the wise man can comprehend it. I'm sure I'm not one of them. What else? And if I try hard, I would say that the art of waiting that you are talking about is nothing but a state of silence. And here I am, waiting anxiously for your reply, regarding, of course, my request to work for you. That's because you believe that working for me is going to be your new start here in Greece. And what's the harm in that? Majid, if that's the case, then you have a very short vision of life. And that means that you lost your self-confidence and hope. Shall I consider this as a no? I wish you consider it as such, although it's not at all what I meant. Margarita, you're confusing me. I don't know what you mean. Tell me, if your request to work for me is going to be rejected, is it going to be the end of your life? Are you going to go back home with your worn-out suitcase? As long as you're silent, that means that you're thinking. And as long as you're thinking, that means that you're looking for alternatives. And as long as there are alternatives, then there is no point of the anxiety of waiting. And Majid, if the anxiety stops, then you've been coming closer and closer to the true knowing of the art of waiting. Yes, I agree that you come and work for me. I will always be indebted for you, and I promise I will make you proud of me. I can already feel that you will. Learn how to find alternatives, even if you are in a state of waiting. Thank you.
عمتي وعد تقول انه سر حياتك في اسمك. ما اعرف ايش كنت بسوي بحياتي او ايش بكون لو ما كنت موجود. كنت بتكون مثل ما انت يا دكتور نواف، لانك ولد اصول. دائما تكررها لي اني ولد اصول، لان هي هذه الحقيقه. هذه حقيقه ناقصه ناقصه. نواف خير؟ ايش فيك نواف؟ نواف نواف مالك ما تكلمني؟ نواف 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 اسمعني نواف. نواف طيب خبرني ايش اللي صاير؟ ما صار شيء. اريد اكون لوحدي ممكن؟ لا ما ممكن، ما ممكن اخليك وحدك وانت في ذي الحاله. نواف انا اخوك. انا ما عندي اخوان، ما عندي حد، انا ولا شيء، اتركني. ما راح اسالك عن اي شيء نواف، بس خليني معاك. مساء الخير عمي. لا لا نحن نتمشى شوي، تامرني بشيء؟ نواف معاي هو الحمد لله بخير. ان شاء الله ان شاء الله بطمنك اول ما نرجع. الله يسلمك. العم يسلم عليك. اعذرني يا سعد، انت الوحيد اللي ممكن انفجر او ابكي في وجهه. من الصغر وجهي في وجهك، اكلنا وشربنا وشقاوتنا مع بعض، حتى لما ابتدينا نروح المدرسه ما كنت افرق اذا كنت لابس ملابسي ولا ملابسك. بس انت تودع امك وابوك وانا اودعهم، بس على اعتبار انهم عمي وعمتي. بس عمرهم ما حسسوك الا انك ولدهم، وعمرهم ما قدموك علي بشيء. نعم لما كذا وانا ما انكر. أنا مقدر إحساسك يا نواف، بس أنا ظنيتك إنك اكتفيت برد العم ماجد لما كان يقول إنك ولد أصول. نعم قاله، وأنا كنت أرتاح لما يقولها وأسمعها منه. بس اللي أعرفه إن كل أصل له حقيقة. أنا إيش حقيقتي ما دام لي أصل؟ تقول لي سأله ليش هو من الأساس ما قال؟ عارف عارف ان كلامي اللي اقول لك اياه يا سعد راح تتحمله. صدقني صدقني، لان ما عندي حد غيرك يحمل همي. حد قال لك اني انا اشتكيت؟ بس كيف تقررت تقول لنا انا ما اخوك؟ انت اخوي وصديقي وتوأم اللي اكرمني به الزمان. بس رغم الكلام اللي قلته في الليله كلها ما راح اسال عمي ماجد اي شيء حتى يتكلم هو بالوقت المناسب.
شداد شداد قوم ساعة 11 شداد يلا قوم. حاسس جسمي ململ اريد انام. انا ايش اللي جابني انام هنا؟ ليش ما تجاوبي؟ انا ما المفروض انام هنا، انت ما تفهمي؟ وانت ليش ما تسمع كلامي؟ شداد اذا جسمك ما اخذ ادويه تساعده ممكن في اي لحظه ينهار. وانت كيف عرفتي هذه المعلومات؟ كان لازم اعرف حتى اوقف على حالتك. اذا رحت المستشفى بيحجزوني، تصير فضيحه. لا في مثل حالتك ما يحجزوهم، انت بعدك في البدايه وجسمك يستجيب للعلاج، والدليل امراض اللي تروح وتجي. صدقني يا شداد في المستشفى يحافظوا على سرية المريض، وممكن حتى تخرجوا معاك الأدوية اللي تساعد على مقاومة الأمراض. أنتي وكأنك سألتي حد من الدكاترة. أيوة سألت بس بصفة عامة، وهذا الرد كان منهم. رضية أنا عارف أنك مهتمة فيني وما بتتركيني. إذا ما علشاني فعلشان أولادنا. أولاد اللي ما قادر لا أحضنهم ولا أبوسهم. هذا إنك خايف عليهم. وهذه بعد سألت فيها، وفي حالتك ممكن تقترب منهم، لأن العدوى ما تنتقل لهم بمجرد إنك تبوسهم أو تلمسهم أو حتى تحضنهم. الحذر واجب يا رضية، حتى لو كان الكلام اللي تقولي صحيح، بكرة إيش اللي ممكن أسويه؟ أيامي مظلمة صدقيني. بس بعده في نور، ليش تطفي من الحين؟ يا الله أظهر أني ما عرفتك ولا عطيتك قدرك. حبيبي أنت، حياتك هي حياتي، بعيشها معاك في الحلوة والمرة، والله بيساعدنا. ونعم ونعم بالله. شوية يا شباب. كان المشروع تحيط به السرية المعروفة عن أبونا، فكيف تم زعزعة هذه السرية؟ كيف وصلت المعلومات للشركة المنافسة؟
اللي سواها صعب نعرفه إلا إذا كانت هناك علاقة بينه وبين الشركة المنافسة. الشركة المنافسة هي الشركة المتحدة. طيب ليش ما نبحث عن تاريخ هذه الشركة الكبيرة والمعروفة؟ ممكن ونشوف نتيجة البحث. يمكن هنا السر في اسم الشركة اللي تغير. هذه الأخبار اللي بتفرح أبوي. استقالتك يا أبو الفضل. والحين في الحقيقة أنا كنت بفكر في الموضوع ده من زمان، لكني كنت دائما بأجل. حاسه دي خلاص ما ممكن، العيال كبرت وانا بديت اتعب، والسن ساته له احكامه. حاوز اعيش الباقي من حياتي، لاني بصراحه ما عشت حياتي في راحه ابدا. ايوه بس انت من اكفأ المحامين عندي في الشركه. سبحان الله يا اخي، سبحان الله. انا والله لو كنت عارف ان استقالتي بتخليك تمدحني كده انا كنت قدمتها من زمان. ليش تريد الاستقاله والحين يا ابو الفضل؟ زي ما قلت لك، الحمد لله عندك المحامين العمانيين كل يوم بيجوا يثبتوا وجودهم وبيأكدوا براعتهم. هذا عندك حق، بعضهم عباقره بس انت الخبرة. عموما دي رغبتي واتمنى الموافقة، وانا دائما تحت امرك. خلاص يعني هذا اخر كلامك؟ مع بالغ شكري وتقديري وعلى سنوات الخدمة الطويلة معك. زين اللي تشوفه يا ابو الفضل. كده استاذنك انا. صباح الخير بفضل. اهلا بك يا قيصر. السلام عليكم ابوي. عليكم السلام يا قيصر. ها قريت ملف المشروع؟ اكيد وعندي ملاحظات عليه. زين اجلس نتكلم في التفاصيل وبعدين اسمع ملاحظاتك. ايش معنى هذا يا راشد؟ ليش ما وافقوا على التوكيل للريد الزايد؟ أنا سألتهم وعرفت السبب. هو شيء زعلك بس لازم تعرفيه. ايش صاير؟ بدأت تخوفني بكلامك. بعد التوبة، لأن الورثة غير مكتملين. قصدك ماجد؟ أيوة ماجد. مثل ما أنا وإنت عملنا التوكيل لزايد، لابد أن ماجد يعمل نفس التوكيل بصفة الأخ الرابع، وبكذاك تم الموافقة. طيب ليش وافقوا ذيك المرة والحين لا؟ وافقوا ذيك المرة لأن زايد كان وصى على حصة ماجد من التركة، والحين قانونيا ما ينفع يكون هو الوصي على أساس أنه ماجد كبر. لكن ماجد ما موجود. هم لازم يتأكدوا أنه ما موجود. كأنك تقول أنه هو الحين موجود. ليش ما تتكلم؟ رد علي.
هم تأكدوا أنه موجود، عشان كذاك تعقد الموضوع أكثر. كيف تأكدوا أنه موجود؟ ووين موجود؟ خبرني. وعلا اهدي انت الحين، إن شاء الله تكون الأمور زينة. بتكون شينة مدام هالنحس موجود. راشد، انت لازم تخبرني بكل شيء تعرفه، لا تخليني على اماني واجلس اتفاجئ. ما ناقص صدمات في هذا العمر، ارجوك تكلم. بقول لك بس تدير شوي. قول كيف عرفوا انه موجود؟ ما قد يطالبنا بحصته من الورث. ايش؟ ما كفاه اللي سواه؟ بعده قادر يطالب بشيء؟ وزايد ايش رايك؟ زايد لحد الحين ما يعرف الموضوع. انا تو جاي من المحكمه، قلت اخبرك بالاول. ايش جاي يسوي بعده؟ جاي يقضي علينا واحد واحد؟ ايش من الشر اللي عنده وما قادر يتنازل عنه وكانه مخلوق بيه؟ يا رب. كل هذه الحالة اللي انت فيها لأنك تعرفي ماجد الأولي. ايش بتقولي لو شفتي ماجد مثل ما أنا شفته؟ ايش أقول عنك يا قيصر؟ لازم أعترف بإعجابي بيك وبطريقة تفكيرك. فعلا المشروع مثل ما وصفته، علشان كذا انا مصر انه ننجح به. طبعا عرفت من هي الشركة المنافسة ومن هم اصحابها. الشركة على حسب ما قرأت تقرير ابو الفضل هي الشركة المتحدة، لكن اصحابها الاول صاحب منصب كبير بالبلد، لكن الثاني هو عمك ماجد. ايش؟ عمي ماجد؟ ظهر من جديد يا قيصر، والله اعلم ايش اللي في راسه، وما اظن خير. ايش اللي يخليك تقول كذاك؟ لو كان يريد خير وبعد هذه الغيبه الطويله وبعد اللي سواه معنا، ما كان رجع منافس لشركتنا وفي هذا المشروع بالذات. ممكن تكون مجرد صدفة لا أكثر. ماجد ما يعرف الصدف، ماجد يخلق ويخترع الصدف حتى الناس يشوفوها على انها صدفة، لكن في الحقيقة هي من تدبيره. انت ما تعرف ماجد مثل ما احنا نعرفه. ليش عمي ماجد ما قال لي عن المشروع؟ وين سرحت يا قيصر؟ لا ابدا، كنت افكر في حاجه بس ما متاكد منها، واول ما اتاكد بقول لك. والحين؟ الحين مشروعنا قائم لحد ما نعرف ماجد على ايش ناوي. طيب تامرني بشيء قبل لا اروح؟ ايوه، ابو الفضل قدم استقالته، فيا ليت تعجل بصرف مستحقاتها. حاضر. وليه؟ انت كل شوي تفكر بايش؟ تذكرت ان الشركة المتحدة تأسست باسم زهرة الياسمين. وهذا يغير في موضوع المشروع؟ ما اعرف،
لأني ما متأكد. ومن تتأكد تخبرنا. يلا علمنا كمان. نعم زايد اتكلم. كيف ومن متى هذا الكلام؟